السلام عليكم. واحدة من أكبر المشاكل اللي بتقابل أي حد بيقرأ، سواء قارئ عتيد بيقرأ من زمان أو لسه بادئ يقرأ من فترة قليلة، هي أقرأ إيه دلوقتي؟ السؤال ده متعب جدا وبيعمل مشكلة كتير كبيرة لناس كتير، منهم أنا بشكل بيتحول معاه نهاية كل رواية لمأساة إغريقية بتكرر مرة أو مرتين أو ثلاثة أحيانا في الأسبوع. أقرأ إيه دلوقتي؟ أيا كان عدد الكتب اللي في مكتبتك، أيا كان عدد الكتب اللي على أيبادك، فأنت ما عندكش حاجة تقرأها، ده نظرا لان الاختيارات غير محدوده والوقت محدود جدا، فاحنا بنكون محتاجين او بنكون في عرض اي حد يشاور لنا على اي كتاب حلو قراه ويحب يرشحه لنا، او كتاب قراه طلع مقلب ويحب يحذرنا منه. دي فكره دودة كتب، ان انا نظرا لاني بقرا بمعدل كبير نسبيا، فانا قررت ان انا اعمل مراجعه للكتب او بعض الكتب اللي انا بقراها لعل وعسى تعجب حد تاني غيري ويشاركني فيها. بالنسبه بقى لكتاب الاسبوع ده، فهي روايه كل هذا الهراء للكاتب المصري عز الدين شكري. الرواية دي رغم ان هي صدرت من فترة قليلة جدا، يمكن شهر او شهر وحاجة بسيطة، الا ان هي عملت ضجة كبيرة جدا واختلفت الاراء عليها، ده نظرا لان محتوى الرواية مختلف جدا عن روايات عز الدين شكري اللي صدرت قبل كده، ونظرا لانه زي ما الكاتب قال الرواية دي هتجرح مشاعر كتير جدا من مرهفي الحس، وعشان كده هو حذرهم ان هما ما يقروهاش اصلا. لو جينا نحلل الرواية من الناحية الاخلاقية، هنلاقيها ان هي مش اكتر الروايات انحلالا، اي نعم هي نسبه الالفاظ الخارجه فيها زياده شويه عن روايات عز الدين شكري اللي صدرت قبل كده، ولكنها مش الاكثر انحلالا. يعني بالعكس، في روايات تانية لكتاب عرب وكتاب اجانب تم ترجمه اعمالهم للغه العربيه، وفيهم فيهم الفاظ خارجه ومواقف ازيد من كده كتير، ومحدش اعترض عليها والناس ما حصرتهاش بس في المحتوى ده او في الركن ده. لو جينا نبص من الناحيه السياسيه، فانا شايفه ان الكاتب وقف على الحياد تماما وساب الابطال هم اللي يعبروا عن ارائهم، يعني هو ساب البطل اللي عدى بكل حادثه او كل موقف هو يعبر عن راي اللي هو حاسس بيه، مهما كان الراي ده غير منطقي او مهما كان الراي ده في رايك خاطئ، فده في الاخر مش بيان سياسي، ومش بالضروره يكون راي البطل بيعبر عن راي الكاتب في الحقيقه. الروايه من الاخر هي عباره عن حوار طويل اجتماعي سياسي ما بين بطلين، هو عمر وامل في الفراش في خلال ليلتين. عمر سواق تاكسي مصري يائس وملحد وبائس ومعندوش اي امل في اي تغيير ممكن يحصل، وده نظرا للتجارب السيئه كتيره اللي عدى بيها في حياته. امل على النقيض تماما، هي ناشطه حقوقيه امريكيه مصريه جت مصر قبل ثوره 25 يناير بفتره قليله، اتقبض عليها خلال 25 يناير وعدت برضه بفتره صعبه جدا، ولكن مع ذلك ما فقدتش الامل خالص. الروايه فيها مواقف انسانيه كتير جدا مؤثره لمستني انا بشكل شخصي، وده شيء مش بيحصل كتير، رغم انه الروايه قايمه على فكره الحوار، يعني ما فيهاش احداث كتير بتحصل، انما كل الاحداث اللي فيها عباره عن حكي او فلاش باك، ده عاده بيكون ممل، الا ان انا ما حسيتش باي ملل خلال اي جزء من اجزاء الروايه، بالعكس كنت عايزه متشوقه جدا اسمع بقيه القصه او بقيه الحكايه. ده كان كافي بالنسبه لي جدا ان انا اديها تقييم 4 نجوم من 5 نجوم. بس أتمنى يكون التقرير ده كان مفيد ليكم، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي.